والقسم الثالث اللي هو حقيقة التوبة، يعترف بذنبه ويقول لا عذر عندي وأنا مقلع عن ذلك الذنب، أنا سويت هذا، فعلت ذلك الذنب ومن دون حجة عندي وأنا مقلع عنه، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وتقرأ في دعاء كميل: وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك. أنا سويت، أذنبت، أسرفت، وجاي معتذر ونادم ومنكسر ومستقيل، كل هذا موجود عندي. طيب، هذه هي حقيقة التوبة اللي فتح الله سبحانه وتعالى بابها للناس، أن الإنسان يعترف بالذنب الذي ارتكبه. وهذا أعظم شيء، حقيقة احنا عندنا كنز من الكنوز التي ينبغي أن نقدرها. أعظم شيء صنعه أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم جاءوا بهذا الإنسان المذنب العاصي وقعدوا على كرسي الاعتراف، هو بنفسه يعترف من دون أن يجبر على ذلك، بدل ما يقول لا أنا ما سويت شيء، أنا سويت لأنه كان كذا وكذا، يجيب هذا الدعاء يقعده يقول له: أنت أذنبت، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي أمرتني، أنا الذي نهيتني فمرعويت، وتفضلت علي بالنعم فتماديت، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا أنا أنا. هاي مقام الاعتراف اللي يخلي دعاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يخلوا الإنسان قاعد اختياريا على كرسي الاعتراف، ما يحتاج أن يسوون إلى تعذيب وما يسوون إلى سجن وضرب، لا، هو بنفسه يجي يبكي يتخاضع يترقق ثم يعترف بذنبه. وهذا أعظم شيء صنعته هذه المدرسة. فهذه إذن التوبة من العبد، تعني الإقلاع عن الذنب مع الاعتراف بما سبق وعدم التبرير بأي مبرر وعدم الاعتذار بأي عذر وطلب العفو من الله عز وجل.